أرحب بكم في مؤتمر العقبة الهندسي الدولي تحت شعار بيئة طاقة سلامة واستدامة، والذي يعقد من قبل نقابة المهندسين الأردنيين في الفترة ما بين 22-23 شباط 2023. أهمية المؤتمر تنبع من كون العقبة هي مركز النشاط الصناعي المتعدد، ومثل هكذا بيئة عمل تنشأ الحاجة لتطوير ثقافة السلامة والحد من المخاطر والطرق السليمة للتعامل مع المواد الخطرة والمحافظة على البيئة البحرية. كما أن المؤتمر سيكون فرصة حقيقية لدعم الرؤية الملكية إلى أن 50% من الطاقة في الأردن ستكون نظيفة عام 2030، ولتكون العقبة مركزاً دولياً وإقليمياً للطاقة النظيفة ومثال في الحيادية الكربونية والتدريب على الصحة والسلامة المهنية، وأن الحوادث التي أزهقت العديد من الأرواح لن تتكرر بإذن الله. فهذا المؤتمر المكان المناسب لمناقشة تلك العناوين وأكثر. بادر بتقديم ورقتك للمشاركة أو للتسجيل للحضور.